أكيد الحقيقة اليوم هبطنا كونسنتي 100%، عارفين قيمة الرهان هذه، قيمة المباراة، حطينا ريتم في اللعب مدة 90 دقيقة. الحقيقة ما شفناش باسيا ليكيب ادفيرس، وضغطنا عليه من النواحي الكل، جبنا ديه فرص اللي ما سجلناهمش اليوم، ما حالفناش الحظ، ما كناش في نهارنا. ما علينا كنرجعوا روحنا في النقطة هذيا شوية، مي كنا الحقيقة بيان ابليكي سيرتو تكنيكمون. لعبنا بالطول بالعرض، مي كيما قلنا ضيعنا الفرص، ان شاء الله نحاولوا نجسمهم غادي. اكيد باش يكون ماتش صعيب كيما الماتش الكل، مي حتى ليكيب ادفيرس مش بيلعب لنا بالطريقة هذيا، اكيد خاطر في الارض الميدان نتاعو. نحن باش نحاولوا طول السيناريو ان شاء الله، والاسبيرونس عندها من الخبرة بإذن الله تاع الملاعبية، وعندها من الكاليتي تكنيك باش تحاول تمشي تعمل ماتش بيه غادي وتجيب الترشح بإذن الله. نحن عندنا ثقة في روحنا بإذن الله 100%، كل شيء عند الله. نحن باش نسعى وباش نحلموا باش نركزوا كل شيء، لي بتي ديتال والباقي إن شاء الله تسهيلنا عندها إن شاء الله.